يلا هذا الفيديو كان خصو ينزل الاسبوع الماضي ولكن شنو طرا قبل 3 ايام صباح الخير اشوف اثناء عمليه الخياطه شكون اللي قال تغرز 16 غرزه باقي ما كاينش 16 غرزه باقي ما كايناش ومن بعد العمليه ارتحيت شويه في الفندق وكان شعور ماشي زوين اللي ذاك النهار كنت غنحقق الحلم ديالي اللي هو الغوص ولكن ما كتبتش شوفوا عدوى منظر وراي ما قادرش نمشي نسبح قاش فيه 20 غرزه وراي يعني 20 فتحه في ظهري ما اقدر اسبح ان شاء الله يكون خير كل شيء مكتوب من بعد ما عرفتوا شنو كان استراليا نخليكم مع تفاصيل فلوق الوداع يلا السلام عليكم كي داير السي رضا بخير السلام عليكم معكم السفاره المغربيه بغيت نقول لك ان غدا ان شاء الله غادي تجي الطياره باش ديكم من الاردن للمغرب طياره غدا وين في هذه اللحظه تصدمنا جانا الخبر ديال غادي نرجعوا للمغرب واش باش نكون معكم صريح ديال بصح انا لحد الان في هذه اللقطه بالضبط باقي ما عارفش واش غادي نرجع ولا غادي شوف انا نقول لكم هو بصح مخرمز ما هو فرحه ما هو كعيا ما عرفتش والله ما عرفت صايب هذيك اللي كدوز في هذه البلاد هذه مساخيش في نص الوقت بغيت تمشي تشوف البلاد اكثر حاجه توحشت هي والديا والاجواء والحمص بالكرعي والاجواء الحاجه اللي ما خلاتنيش نرجع هي انني هنا باقي ما شفت في الاردن والو والسفاره عيطت لنا اليوم وقالت لنا بعد غدا طيارتكم يعني ما كتخليش واحد المده ديال التفكير حقاش حنا دابا في حاله طوارئ يعني تقدر تقول لك غدا طيارتك غدا طيارتك خليتنا ناس كيبغيوني وكنبغيوهم ودوزنا معاهم اشهر واشهور شكرا لاي واحد بعدا كان هنا ورجع المغرب انا رجع المغرب رجع المغرب اخيرا رجع المغرب السلام عليكم والله راجع المغرب بالله السلام عليكم والله راجع المغرب بالله السلام عليكم والله اللي راجع المغرب انت مال امك انت مالك انت مال شكلك حبيبي هشام وين خويا دابا حنا راجعين المغرب اديني معاك شوف بغيتك تسمعني معاك كاين بلاصه خويا خويا راه ولا جي معانا ومن وجد الجزائر ضرب على رجلك تندب راسي انا ما كان ما بيتش على منتدى وحنا عيش في الأوطان في علا والمال في كل جناح في كل ذات في شعب الله الوطن المليء صباح النور بعد 5 شهور في هذه الغرفه واخيرا غادي نرجع للبلاد غادي نرجع لطرف الوطن صراحه كنت حير بزاف اني واش نرجع ولا ما نرجع قررت في الاخير القرار يعني خصني نرجع نشوف والديا نشوف بلادي نشوف بزاف الحوايج اللي كنبغيها تما وان شاء الله الى تحل الحدود وتحل المطارات نرجع عاوتاني هنا ونشوف الناس اللي كنبغي المهم كانت تجربه واعره صراحه وتجربه عمرني غنساها تلاقيت مع بزاف الناس بغيتهم تلاقيت مع بزاف الحوايج عجبوني هذه اخر ساعه ليا هنا ولا اخر نص ساعه ليا في هذه الغرفه شكرا شكرا هشام شكرا جودي شكرا كاع الناس اللي تلاقيتهم هنا شكرا فريد شكرا لكم كاملين بدلتوا شي حاجه فيه كنبغيكم كامل دابا خصني نضب شنطتي نجمع حوايجي ونلبس في هذه اللحظه كيستوري الباليزه الثانيه يا خف روح خف رغدة هيا الكباطع ريغلو ترك حياتك بين يدي نقدر دروك ندسها عليك تخيل معايا حياتك بين يدي حياتك بين يدي ندسها علي ما غاديش تصور لي صور الوداع ولكن غيمشيو معنا للمطار رغدة ما قدرت تقول حتى شي كلمه يا باي تهلا في روحك خويا وصلت في الدار خليني راح في بلاصتي خويا حبيبي مع السلامه انا رايح المغرب الله يا ربي ان شاء الله يوفقك وسلم على اهل المغرب يا رب اهلا وسهلا فيك في الاردن حبيبي الله يعطيك الف عافيه بدي اقعد معك امام بس رغدة موجوده ورا السلام عليكم كيف حالك بخير مش هحرك على فكره محفوظك هاي شوف رحت تشتغلي قدام ولا بشتغلك ولا شيء انت اطلع قدام انا يلا بسرعه على بلازم نحاول نجيب بسرعه راح اروح بس راح اخلي لك وصيه انت كملي الشرط الاول الشرط الاول لا تسافر الشرط الثاني لا تسافر دابا غادي نمشيو لكم في الطياره ونشوفوا الاجواء كامله دابا كي داير يلا
نعسالك خليني نعسالك هذه المرة غنسبح لك تعسر لأول مرة راح أسبح لك عشان تحطيها خلاص عشان تدير بالك عليها اسمعتي كلام زي أختك اسمعتي كلام زي أختك راح أعسك أعسك وين شباب كانت تجربة حلوة معاكم قد انا ما اديس بلاصه في الفلوق انا عارف راسي جاي وغادي انا تعطلني في راسي يعني ما شفت صراحه اي شيء في النهايه يعني واحد 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 بلاد وغادي شوف بس نعود لكم جود باي ماي لافر باي واش راح شعور ديال شعور ديالي بحال فاس يلا زين الصراحه تاخرت اشوف زين بجوج ورجعوا راجعين رابحين بجوجنا قلت لك حاجه ولا انا في حاجه دابا عندكم احلى لقطات سلو موشن هاد اللحظه وقفنا لمده 10 دقائق خرج علينا عادي ديما عادي لا يخرج عادي علاش خرج علينا في نظركم غنوريكم شنو كاين علاش خرج علينا انا نكون منهم صراحه نوقفني الشنطه الاولى ديال عادي شوف كلها شوف كلها خيوطه شوف الشنطه شوف كلها خيوط شوف شوف اش شنو هذا اش شوف تاني تاني خويا داكشي ديالي ها هو شوف الشنطه ديالي مجموعه مصوبه مقاده ومن اللي جيت حله طم طم بحال شي اكي 45 لا غير تقول لي حطينا الشنطه ديالي الفوق حطيت كل شيء واستقبلونا صراحه احسن استقبال بركونا في بزنس كلاب مرتاح شويه في البزنس خاصك شي حاجه شوف نقدر نعس ونبدا فيه النعاس ديال بصح نحاول نعس ونصور لكم شي لقطات داكشي اللي غيطرا بزاف ما قدرت صراحه نصور لكم الشومبر كامله حقاش 5 سوايع ديال الطيران ومن بعد جينا هنا صراحه كان استقبال واعر مع الشرطه المسؤولين ديال القطاع كان كلشي مزيان ودابا هاد 9 ايام غتكون مع هاد المخلوق عادي لوكس خويا مازال طول خويا 9 ايام ديال 9 ايام ديال الحجر الصحي يعني 9 ايام ديال السطوريات شحال دابا الضربه صحيحه اعطيني راه اذا تسمح لي سهله راه اذا تسمح لي صافي المهم اخر حاجه نقدر نقول هو شكرا شكرا بزاف على بلادنا اللي استقبلتنا باحسن استقبال هادشي اللي كاين في هذا الفلوق الرحله ديالي من الاردن للمغرب وكيفاش كان هادشي كامل 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 صباح الخير صباحنا على فحص الكورونا غادي دابا نشوفو لا دابا الا كانت فيها غتكون فيك الخوف الشر ولا حداك ماشي ديك حدايا دابا غنمشيو نفحصو ونشوفو هادشي كي داير وقال غير زاد غتخرج في 5 سوايع فهاد اللحظه دابا قايت الاسم ديالي شكرا نمشي دابا باش نعبر باش ندير تيست كورونا لهي المهم دابا يلا كنعمرو استماره ديال الاستقبال انا يعني جينا للمغرب دابا غندير تيست ديال الكورونا دابا ريحتها الهوليود صمايت تاهي ياك خرج لسان قول اه 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 هذا هو التيست ديال الكورونا صافي انا اسكت خلعونا ساهل هذا بحال خشات لي بالصوت وخرجاتها ها انتم ها جاونا الورق باش نخرجوا ها ما فيناش كورونا ها خروج من الفندق دابا وخروج للوطن الى منزل اكادير دابا واش دايرين شي حاجه ناكل مغربيه ها كاين دجاج محمر الله 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 صافي بارك